مرحبا بكم، عدد جديد وقصة جديدة من قصص وشراك. في رسالة وصلتني في فيسبوك، سيدة وين تزوجت بإنسان عن حب، هو ماشي جزائري ورجلتها كانت انه دخلت في حيط. وش صرا مع ليلى؟ منينو هاد الإنسان؟ وش حكيتو؟ وش دار لها؟ كيفاش؟ وش ماكاش؟ هذا مباشرة راح نعرفوه كي نعيطو لها في التليفون. الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وش راكي ليلى؟ لاباس؟ الحمد لله خويا هشام، انت بخير؟ لاباس الحمد لله، صحيحتك بخير الحمد لله. شوية شوية الحمد لله. شحال في عمرك ليلى؟ الحمد لله 26 سنة. 26 سنة، مازالك صغيرة. صغيرة بصح الله مكبرني. عندك طفل ولا طفلة ليلى؟ عندي طفل. عندك طفل. طيب نبداو من الاول. انت قريتي ما قريتيش؟ تعلمتي ما تعلمتيش؟ حبست في الباك. حبستي في الباك صح. ومعداتك شحال كان في عمرك تزوجتي؟ كنت في عمري 23 سنة. 23 سنة. قرار الزواج هذا كيفاش جا؟ تقليدي؟ قرار الزواج يعني كما حنايا في دارنا عندنا خويا هو اللي يحكم. اها. وخويا كي شغل كيتزوج بدا يعاملني معاملة، انا اصلا زعما من بكري ما يعاملنيش غاية، حياته هو يعايرني، حياته هو مايفني، تفرات تاع الوالدين كيباين بهم، زعما كل شيء مبدل في هذيك الدار، الاخ هو اللي يحكم ماشي الاب. من تزوج بدا يفرض عليا صوالح، صوالح ديري ديك ديري ديك ديري ديك، من وانا غير ساكته ونخدم نورمال. حتى جا واحد النهار قال ماما، قالها راني مديت الكلمه لصاحبي، وهذا صاحبه ديجا كان قايل لي عليه، قايل لي عليه عامين قبل، انا ما قبلتش. انا قلت له غير هذا اللي ما نتزوجهش، ما عندهش كواعط هنايا، ما عنده والو، حراق، كيف راك باغي نتزوجني باغي بالفاتحه؟ لا عقد لا والو، ما جاياش، انا راني شيره وخاف على روحي. ايا قلت حال الاولى سكتوا، قالوا صحة معليش. من بعدا كي تزوج حتى واحد النهار جا قال ماما، قالها صاي راني مديت الكلمه لصاحبي هذاك المغربي، قالها وغادي يجي نزوجها بيه. انا قلت لها كيف هذه غادي يزوجني بيه؟ زعما كيفاش؟ لا كاعط لا زوج، كي غادي نجي انا؟ قالها تتزوج بالفاتحه، زوجوني به بالفاتحه، لا عقد لا والو، هو ما جايب لا اهله لا والو، ما نعرفهمش. وحده تزوج وصافي. جا وحده، هو جا وحده، وحده جا وحده للدار، يا دفع دار دفع فيا، ومن بعد داروا فاتحه وجداني. اي انا كاي بنت تبغي دير ولد اكثر مني خويا، يا فت سقيت روحي بالكرش، هدرت معاه قلت له زعما روح خدم كواعطك وتدخل على الطريق وشوف كيف دير. بدا يقول لي لا الطريق راه مدلعه، الطريق راه مدلعه، ما كاينش كيفاش كاش كيفاش نروح، ما نجمش نروح على الحدائقه. تزوج بيك معاك باش يروح يجيب كوارتو؟ ما حبش يروح يجيب كوارتو سي صا، وا ما حبش يروح. واش كان يخدم هو هنايا؟ بغاش يروح شنو في هنا يخدم تاع بلاطر. ها بلاكو بلاطر، وا هذا بلاكو بلاطر ولا بلاطر؟ بلاطر بلاطر. اه البلاطر داكور. ايه صح، كاين بزاف ديال جنرال كالي يخدموا هاد الخدمة هنايا. لا هما يخدموا هنايا. اه شاطرين فيها. خاطرش مين ماشي ما عندهمش كواعط. اوكي كمل. كان زعما يخدم. ايا من موراها شغل ما ولاش يخدم، خدمة قلالة وكاع ولاش يخدم. قعدت في الدار وانا كنت بالكرش، بديت نبيع في صوالحي، في زعما دارنا ما داروا لي لا ذهب لا والو، داروا لي غير شويه ودارنا بخيره ليهم. ايا شغل اللي كيداوني وصاير راك فاهمني. انا بديت نبيع، خطره نبيع هكا سلسله، خطره نبيع باش ناكل، وكان عندي لي زانالي وعندي صوالح.
هي بعد كمل سايك ملي كل شيء ولدت انا من الضغوطات تاع خويا اللي ما نسمح لهش، كان داير فيا ضغوطات ديرهم لي في راسي ماشي نورمال. متزوجه وما طلقنيش، زعما كي نروح نشوف دارنا نشوف ماما وبابا هكا نشوفهم يعيط لي في التليفون يقول لي ما تجيش، تزوجتي الله يسهل عليك ما تجيش، فهمني هاكا يديلي. ايوا ولدت، من ولدت وليت نقول له زعما روح خدم كواعطك، روح خدم كواعطك، راه الغريان راه يكبر دوك يبدا يكبر ولي قله كواعط، ما نجمش انا حطيت على اسمي، ما نجمش نخليه هكا على اسمي، شي يقولوا عليه الناس كي يكبر ولد حرام. ايه يقول لي لا ما نجمش ندخل على الحديد على الحداده، ما نجمش نقد وراهي صعيبه وراهي فيها الحبس ومنا ومنا، فهمني صح صبرت سكت. من موراها صاي ولدي بدا يكبر دار عام، قلت له شوف لازم تروح تسقم كواعطك اللي الولد تحطه على اسمك. ضربت يامات جا قال لي لا راكي باغيه نحط الولد على اسمي، قال لي لا نروح نحرق لاسبانيا وندفع تما الوراقي، كي يعطوني الوراقي نجي هنايا نعقد معاك ونحط نحط الولد على اسمي، يا عيني. فهمتني؟ انا كانت نقطة ضعفي ولدي، باغيته يتحط على اسم بوه، ما باغيتهش يقعد في اسمي خاطرش يخرج بدون نسب، الاب مجهول. ايه قلت له صح، قال لي لازم ندبر دراهم ومنا ومنا، قلت له صح دوك نشوفو كي نديرو. انا خدامه نخدم، وحده تخدم معايا قالت لي نعرف وحده تبيع ذهب وتسلف هكا دراهم وكاع، وديري معاها تعطيها الشاك ونكوه وديري معاها زعما وقت نيشان تردي لها. اي انا شاورته قلت لها فوالا فوالا، قال لي واه، قال لي ديري معاها وقت عام وانا كي نروح نبدا نخدم ونرسل لك، ترجعي لها بليزانتيري بيان سور. نرجع لها بليزانتيري هكا، فهمتني؟ اي صح رحت عند هذيك المراه درت عطيتها الشيك عطيتها صوالح منها، تفاهمنا عام ردت لها عطاتني دراهم جبتهم له عطيتهم له، انا زينت فيه النيه. هو تاني زاد لايم وحرق راح. وصل صح الشهور الاولى كان شحال يعيط سلفتي لي من عندها؟ نورمال كل يوم يعيط لي، اي بديت نقول له نقول له زعما شحال سلفتي ارسل من لي عندها؟ دراهم راه الكرا قريب يخلص لي، والمرة تانية راه قريب يقول لي ساي ساي دوك نرسل لك دوك نرسل لك. ضربت موراها شهر عيط لي في التليفون قال لي الو بنت الناس راكي مطلقة 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 ونسيني وبلوكاني. اي انا ما عرفتش كي ندير، صاي سكت عطيني نشوف كيفاه ديالها مطلقني، شغي يقول هذا وانا ما نعرف ما نعرف حتى واحد، غير اختها كان يعيط لي خطات من عندها، دخلت عندها لقيتها مبلوكيتني دوك انا كي ندير، والمرا وكنت شكي بيا دخلني للحبس راك فاهمني خويا. ايا رحت عند بابا قلت له عندك شكاين شكاين شكاين، قال لي انا الله يسهل عليك انا ما قلت لكش، قال لي دبري له الدراهم وحرقيه. قلت له زعما بصح انا زينت فيه النية، انا درته على جال ولدي، درت هذا الشيء انا ماشي على جال نفسي ولا اي، قال لي الله يسهل. جات لي مات هذيك المرا مين ما عطيتهاش الدراهم، قلت لها سمحي لي زعما ما عنديش ما لا يمثلكش، دفعت الشيك تاعي ولاو يحكموا عليا غيابي، عطاوني حكم عامين حبس غيابي وغرامة مالية. انت شحال سلفتي أنا عليها؟ عاودت 90 مليون، وشحال كان لازم ترجعيهم لها بعد عام؟ 100 مليون و700 ألف. أيا كسرت الشرع، وغدوة إن شاء الله عندي نوقف معاها جلسة، وهذاك النداء اللي درته لي في رمضان واحد المحسن مسكين من أوروبا اتصل بيا ودار مجهوده تاني، هدر مع المحامية تاعي وريت له الأوراق اللازمة كل شيء وريته له، وعطيتها النميرو تاع المحامية هدر معاها وهدرت معاها هي تاني، خاطرش كانت تقول لي اعطيني الدراهم نتنازل، اها
فهمتني؟ أني معك أني معك. كنت تقول لها ثاني دراهم نتنازل عليك. هضر معاها زعما وقالت لها صح معليش تدفع لي هذا المبلغ 20 مليون وتولي دير لي في الشهر. ايا راه ارسل لي وعطيتهم للمحاميه وهضر هو مع المحاميه. انا ما فهمني انا ما هضرت ما والو باش يامنوني. انا قلت لهم الدراهم ما تعطيهم ليش ليا، نعطيكم النيميرو تاع لافوكات ولا البيرو تاعها وتروحوا عندها. انا ما خصنيش الدراهم، انا خصني نبغي غير هذه المصيبه تروح عليا ونعيش انا وولدي هانيه. ايوا غدوه ان شاء الله عندي الشراء معاها، عندي الجلسه. النصيحة اللي نحب نمدها للكامل للبنات اللي راهم يشوفوا فيها، عمرك لا تقبلي تجيبي طفل مع انسان ما راهوش عاقد عليك وما عندكش ليفري فامي معاه، باسكو الطفل راح يعيا بزاف وراح يتمرمد بزاف. دوكا وليدك عباك باللي دوكا انت وليدك الناس راح يقعدوا يشوفوه اونفون اكس حياتهم كامل، والناس هذه هي يقعدوا يشوفوه ابن زينة حياتهم كامل، رغم انه الطفل ما عنده حتى ذنب يعني، وحتى انت كي كنت تسدي فتحه معاه واخوك اللي امي الخو واش نقول على الخو، الخو انت اللي نورمالمون انت اللي نورمالمون تكون سند، انت اللي نورمالمون تكون لي بول تاع اختك، كاش الخو كاش الوالدين، تكون الحامي تاع اختك، انت نورمالمون تكون بروتيكتور تاع اختك، انت اللي نورمالمون تخمم فيها وفي صلاحها وترد بالك عليها، ويا ربي اذا رديت على الراجل اللي تضمن باللي راح يصونها انت برك هاك مد برك خال اختي تزوجت طفله تزوجت هذه اجول كاش. يا ربي يا ربي هباك مشكل كيما اخوك كاينين بزاف في لاسوسيتي تاعنا ويشوفوا روحهم رجاله. هي احنا عندنا مجتمع تاعنا تاع الوالدين هادو مجتمع ذكوري يبغوا الولد. الوالدين تاني ربي هديهم. شوفي انت مشكلتك بدا ديجا في باباك اللي ما اعتزل دور الابوه تاعو ومخلي وليده هو يجيري هو يتحكم هو يديسيدي، هذه ديجا غلطه تاع باباك. ومن بعد غلطه تاع خوك بيان سور تلقاياها لو كان شوف يعني سور خوك كان دخلوا دوكا فيسبوك تاعو ولا نتلاقاو ندير معاه انترفيو برا نيف والرجلة ولا باس وانتيك راني نقول لك شكون كيما انا وش كومونتي فيسبوك وشنو هذا والاخر منا. شوف يعني نقول لك نتلقاه مثالي وما تلقاه لا في دختو راميها عند السيد لا عقد لا والو على جالو دوكا اختو جايبه طفل راح يتمرمد في الحياه هذه. تا راجل مرمد في الحياه حريصه جينيا في الهضره كامل الرجال كاع نعرفو نهضرو كاع اللي قلت لك والله راني متاكد دوك انت خوك تعرفيه بصح راني سور بلي كان ندخل البروفيل تاعو ولو كان نروح نشوف حياته راني نقول لك شوف الرجل ليكسترام وما يحبش العفايس العيالي ليكسترام وكاباب دوك وكان يشوف في ليميسيون هكذا ما يشوفش ماشي تاع اخته تاع واحد اخرين. قولك وراي الحرمه وراي كذا فضحتونا العائلات ودخلتونا لوسط الدار والدنيا بيان سور كيما اخوك اللي ما يحبوش يشوفوا هاد لي زيميسيون باسكو ندخلوا وسط الدار ويبينوه باللي هو راجل مدرح. كاين بزاف عيبات في المجتمع تاعنا رجال مدرحين، حنا عندنا رجله في عفايس واحد اخرين، هي هنا تبان رجله، هنا كي ما تكونش حقار ما تحقرش خطك ما تحقرش يماك وترد بالك على والديك هنا يكون راجل تاع الصح. اما عفايس واحد اخرين ونسى وخرج ودار وعرف هذيك جياحه هاي اللي كانت تبان الرجله، هنا يكونك راجل تاع الصح. انا زعما الا راه يسمع فيا زعما الا سمع هذه الحصه تاعك وعرفني غادي سير يعرفني بلي انا بلي انا اختاه ما نسمحلكش حسبي الله ونعم الوكيل فيك ورام عندك البنات عباك ما عباش الوقت باش نقعدو نمشيو بعقليه بلي المراه خوها لي ديسيدي لها الراجل تاع الدار يديسيدي لها هاكونك راجل او موا سيدي يلا انت يا كبرت بهذا الفكر وبهذه العادات وبهذه التقاليد اوكي او موا كمل في الرجله تاعك وشكي دخلت في حيط تكفل بيها كمل في انا رحت عندك قعدت نقول لها يا ولي راه عندي الحبس راهم حاكمين عليا بالحبس غير سلكوني في هذه انا ما تعطيني والي غير سلكني من هذا الحبس غير سلكني من هذا الحبس انا باغي نعيش انا وولدي باغي نعيش انا وولدي مريحه خصني نعيش انا ودي مريحه هذه هي الله يسهل عليك إيه انا خاطيني يقولوا كي زوجتني ما كنتش خاطيك كنت ما كانش خاطيك لا كان هذاك النهار راجل
حسبي الله ونعم. بس والله راح يخلصها حسبي عزيزتي، الله والله راح يخلصها، والله يخلصها في يخلصها، حياته، لا يخلصها والله في يخلصها زواجه، يخلصها يخلصها. في صوالحه، غير ما تكسريش راسك يا حي. كما تدين واو، تدان، انا يدور هذه يدور هي يدور حكايتي، يتصادم. وانا نطلب من اي بنت ما تتزوجش هذا الزواج، ما أوي أوي تتزوجيش زواج أوي الفاتحة، أوي. وما تتزوجيش راجل اجنبي هكا ما شوفي تعرفيش لا والله وثائق لا والو، ما تديريهاش. شوفي، هكذا بلا وثائق وكذا وبالفتحة راني معاك، ما كاش ماشي ايفيتي كروا عروج، ممنوع منعا باتا. مي بون، رجل اجنبي، شوفي سي فيري سي فيري، الزواج بالاجنبي واعر باسكو بنسبه قليله اللي ينجحوا. بصح ما نقولوش لا لا ما تزوجيش باجنبي، لا لا، كاين ناس يتزوجوا برجال اجانب، ولا رجال جزائريين يتزوجوا بنساء اجانب ونجحت علاقتهم وجابوا الدراري. بالعكس، عباك بلي بالعكس، العائله اللي تكون هكذا ميكس تكون مميزه، باسكو ديجا دراري كبروا وفي راسهم زوج ثقافات، زوج حضارات، زوج عقليات، زوج جنسيات. بالعكس، وربي سبحانه ماشي قالنا وجعلناكم فوالا شعوبا وقبائل لتعارفوا. فوالا، صدق الله العظيم، مش حاجة اللي نقولوا عليها باللي لا لا. بس شنو، لازم الإنسان ياخذ حذره، واو، لازم الإنسان ياخذ فاش ولا حذره، لازم فهمني لازم تعرف، بيان العقد سور بيان سور، ومودي العقد، لازم تعرف العقد المدني. بلا عقد، بلا عقد لازم تعرف وين تحط رجليك. دعم هذا الانسان، شوفه كيفاش داير، كيفاش منا. هنا 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 الدور تاع الانسان، انت قبل تقبلي براجل، انت اللي تعرفي هذا الراجل اذا حيت مسخر بيك، ولو دايرك لعبه ولا تمسخر، ولا حتى بالعقد، حتى بكلش. كاين يجي ويتزوج بيك، وصرات هنا في الجزائر في واحد الفتره هكذا، في بدايه اللي جاوا بزاف السوريين الجزائر، كانت صرا، كانوا كاينين سوريين اللي يجوا ويتزوجوا بنساء غير باش يتمسخروا بيهم، ياكلوا مع عقلهم. الجزائر تعتبر واحد تتزوج بمهند، سي بون، مسلسل تركي مع الاز، تتزوج بهم معك، هو يكون مزوج وبولاده وكذا، يتمسخر بها بيريود، ومن بعد كي تعرف يطلقها ولا نورمال. اصلا مزوج بها غير بالفاتحه، ما كانش كوارت، ما كاين والو. صرات بزاف بزاف بزاف، هذه ما الناس بدات تفيق باللي تيان نهار يجي زعما نقولوا كيما هكذا، زعما سوري جاي يتزوج بك، لازم تاكد منين هو كذا، كيفاش نيتو، شنو هي، مزوج مش مزوج، لازم تعرف. كاين منهم، كاين كما يقول لك، كيما كاين الجزائريين عيانين، كيما في كل جنسيه كاين عيانين، كاين سوريين ملي جاو رخاص ماشي رجال، استغلوا هذيك نقطه الضعف للمراه الجزائريه تجاه الكلمه السوريه، ولا تجاه اللهجه السوريه، ولا واستغلوا هذيك النقطه وتمسخروا بهم. صارت ما كناش فاقت بعد، خلاص سي بون، داو مضاد حشوه من السوريين. وكاين لا لا، كاين يتزوجوا بسوريين وهم دايرين عائلات ما شاء الله، عائلات ميكس هايلين، يا اما المراه الجزائريه ورجل سوري، كاينين بزاف 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 بزاف. وكاين لا لا، ما من الرجل الجزائري والمراه السوريه قلال، سيرتو هنايا في الجزائر قلال، بصح كاينين وناجحه، باسكو العقليه تاع السوري وتاع الجزائري قراب لبعضهم. مي بشكل عام، سيرتو تكون واحد تدي راجل من بلاصه بعيده بزاف، لازم تتاكدي باللي راكي مناسبه ليه، راهو مناسب ليك، تاكدي باللي علاقتكم هذه راح تدوم، راح تستمر. واش نقول لك يا عزيزتي، انت ربي يخلف عليك، نتمنى ان شاء الله الناس يعاونوك ان باش شاء الله. موقف هنا من دينك تقدري انا تقدري والله من دينك. نتمنى غير يخلصوا لي هذا الدين، انا قلت لك انا ما يجوا عندي ما يعطوني ما والو، انا نوري لهم ان شاء محاميه، الله الناس لما يسمعوا في نوري لهم. الصور تاعك وحبوا يهنيوك من هذا الدين وشافوا، باسكو علاش؟ والله من انا ذاك راني باغي نعيش غير انا وولدي خويا فوالا، هشام، من ذاك ما خصني والو، والله ما خصني حاجه، خصني غير نعيش انا وولدي، مش باين ندخل زعماك فهمني، مش باين ندخل بهاد الصوالح كيما كان باين، انا وولدي نعيش اللي لقينا هناك الاول، اللي لقيتها الاخرى، وراني عايشه بالحلال انا وولدي، وصاي هذا ماني باغيه، نبي نريح في راسي. فوالا، من داك ماشي دائما المساعدة في الإنسان ولا الصداقة تكون عبارة على ماكلة وشرب باش الإنسان يقدر ياكل ويشرب، لا لا، كيما في مشكل كيما هذا، أنا نشوف بلي حنسلكو عائلة، حنسلكو المرأة، راح نسلكو سيرتو الطفل، سيرتو الطفل. طول هذا اللي هذه هي شايف روحه قادر يفك الغبينة تاع هاد المرأة، يتواصل معنا، نعطيو له رقم الهاتف تاعها، وهي تعطي له رقم الهاتف تاع لافوكا، ويشوف واش يقدر يعاونهم. والله صدقوني غير راح تدي اجر كبير، ما تستقلش بها، باسكو حنا عندنا هذيك الصداقه التقليديه تاع نعطي الانسان باش ياكل ويشرب برك، لا لا، هنا راك تفك كهرب تاع انسانه، وراك دير خير كبير في الطفل الصغير هذاك، والخير خير ربي سبحانه. الور اللي حاب يعاون يتواصل معنا، انت دوكا دورك الكبير الكبير بزاف، انك تربي وليدك وتكبريه وتفهميه باللي هو ماشي 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 طفل جبتيه خارج اطار الزواج القانوني ولا الشرعي، لا لا، انت كان عنده باباه ومفتح عليك وكل شيء، من الله غالب باباه حمار وخاله حمار
وجدو ما خلينا وجدو خلينا بقى كاع غير والله يقولها العظيم، معليش. والله العظيم غير الله العظيم، علاش يتزوجوا، علاش يتزوجوا ويجيبوا دراري ويجيبوا بنات وتكبروا وكذا، وانت ماكش قادر، ما با تكون راجل طلع سروالك ديفوندي على بنتك ولا تفرض كلمتك في العائله تاعك، علاش عليك، علاش عليك اخويا، هاي ليك مرتك ارقد معاها حتى وين تعيا بلا ما تجيبوا دراري، وهنيونا وخليونا من الحكايه هذه، ماشي قادر تربي ما تجيبش، والله غير ما تجيبش، ما تقول لي لا 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 اسم ولا منها. أوه. ان كان جا عندنا القانون تاع الصحه غير غير يحاسبكم، قال ارواح ارواح ارواح، انت ماكش قادر، ما تكون راجل على روحك، ماكش قادر تكون راجل على مرتك، وين جايب لي دراري، الدراري مش انت تحصل بيهم، دراري كيجوا معاوا جي لاسوسيتي اللي تحصل بيهم، انتوما تجيبوا وترموهم لاسوسيتي، ودبر راسك، ها المجتمع، ها المجتمع حصل بجد يماهم دوكا. يا ودي الله غربي يهديك، صح، كي بيبات ربي، إن الله شاء الله الله الخو، ربي الله يفرجها. الخو، ربي يفرجها عليك عزيزتي، ربي يكون معاك. شوفي عندك آمين. باركور وشكرا وطريق لك طويلة بزاف أخ بزاف، هشام، ربي وبغيت أني يحفظك. نشكر واحد المحسن، الله يحفظه والله يجازيه، راه واقف معايا مسكين بالبزاف، ربي الله يجازي يحفظه ألف خير تاني، إن شاء الله، وتأكدي شوفي ونشكر خلي كاع اللي كتب لي كلمة طيبة واللي يرسل لي كلمة، الله يحفظه هو تاني والله يجازيه. عزيزتي خلي أمالك في ربي كبير، وإن شاء الله ربي حيسهل لك أمورك سبحانه، ويستريق أمورك إن شاء الله، إن ربي شاء يفتحها الله في يا ربي، وجهك، شكرا، كل توفيق إن شاء الله، تهلاي في روحك، ربي يكون إن معك. شاء الله، إن صحيتي شاء الله، شكرا أخي، بسلامة. صحيتي. الخاوة المدرحين، كونك راجل، كونك راجل، كونك راجل، اشتكي ما تكونك راجل مع الناس بالهضرة، كونك راجل مع أختك بالأفعال، كونك راجل مع أختك مشي على أختك، باسكو سهلة كاع إنك تحقر أختك وتطيح ليها راجل، ما داير لك الريزولتا. اسكو دوكا أنت كي تشوف روحك في المراية تحس روحك راجل؟ اسكو أنت كي تقابل روحك في المراية تقول أنا لي زوم، أختك راك رميتها، أختك افري دير، أختك راك مديتها، راك شايف مديتها لصاحبك، تقول لي زوجتها لصاحبك، الناس اختو يزوجها بالطبع والشان وبالعقد وكل شيء، ويقعد يتبع معاها ويعس معاها ويسقسي عليها ويبين دايما راجلها بلي راه عندها اخوها في كتافها، ونسي جامي منا منا، ما باش ما تحقرش، ما تندلش، ما تتظلمش، ما والو، يعيط يسقسي عليها كليتي شربتي، انت قاعد كي الحيوان طايح لي راجل ان بو بارتو، ومن بعد مع اختك انت يا رخيص مديتها لصاحبك، نعبيها رماها زادك لها دراهم، خليها تسلف، رفض روحه وراح وقلع، هاي لك دوكايه، هيا دي كونك أم كونك راجل وحصل بيها، تولي دبر راسك راجل انت لي الزوم نهار الراس تاعك. كانت هذه قصة اليوم، كانت هذه حكاية اليوم، نتلاقاو المرة الجاية في عدد جديد وقصة جديدة من قصص برنامج وشراك، حابين تحكيونا راسلونا، الهدف تاع هذا البرنامج انه يحكم مرايا يحطها ويحطنا كاع مقابلها، ايا وليكيب هاي ليك، حنا لا سوسيتي تاعنا كيفاش دايرين، من بعد نبداو نحكيو كيفاش نقدروا نولوا سوسيتي خير من اللي رانا، بصح دوك رانا في الخطوه الاولى انه نبينوا باللي تيان واش كاين واش ما كاش، هاو ليك حنا كيفاش دايرين، هاو ليك حنا كيفاش دايرين، دوك هذا الخو لو كان تروح تحكموا هكذا تجبدوا قدام كاع الناس تقول لهم هذا هاو ليك واش فيه، والله ما يزيد يدير في دراسه غير يولي يحط راسه في الارض، ويروح يسيبريمي كامل البيبليكاسيون تاعو تاع الفيسبوك بيان سور، مجتمعنا نمبر وان في النفاق، الى اللقاء.